النهاردة هكلمكم عن أكتر حاجتين إحنا بنهرب منهم في الدنيا وبنجري بالخطوة السريعة عشان نبعد عنهم، والحاجتين يعني منفذين على بعض، يعني ده يدخل في ده وده يدخل في ده. الحاجتين هما الخوف والحزن. يعني أنت تخاف إنك تخاف، يعني أكيد لو بتخاف من حاجة تخاف تروح لها، يعني مثلا بتخاف من الكلب، بتخاف من الضلمة، بتخاف على أولادك فبتخاف. طب لو حصل لهم حاجة، لو الكلب عض حد، لو مش عارفة إيه، هتحزن. فإحنا بنخاف من حاجتين، الخوف والحزن. يعني أنت بتخاف من الحزن، مش عاوز تحزن ولا تتغم ولا تتقهر ولا تبكي ولا تصوت ولا تعيط، كل دي أشكال حزن. فالقلق بيكون بسبب الخوف، فأنت خايف من حاجة تحصل ولو حصلت هتدخل في الحزن. فإحنا علشان نبعد عن الخوف والحزن نعمل إيه؟ لا، في مرجعية، في مرجعية بقى نرجع لها، في بقى يعني باللغة الدنيوية بتاعتنا البسيطة، في كتالوج، في بقى قانون نمشي عليه، في طريقة نتبعها. يا فندم، كله مكتوب في المصحف اللي حضرتك حطه قدامك في العربية ده، كله مكتوب في المصحف اللي قدامك في المكتبة، اللي انت حطه على الكومودينو، اللي في شنطتك يا مادموزيل، يا مدام، يا أستاذة، يا صاحبتي، يا أختي، اللي موجود في الموبايل. كل الطرق اللي هتخلينا نبعد عن الخوف والحزن موجودة في إيد حضرتك في الموبايل، بس انت تفتحي الموبايل وتفتحي كده المصحف اللي انت منزلاه، وتفتحوا المصحف اللي ممكن تكونوا بتختموه في القرآن الكريم، بس بتختموه بلهوجة وبسرعة من غير تدبر. لا، شوية بقى، كبرنا بقى ومحتاجين نتدبر. يعني خلوا فكرة السرعة واللهوجة وان احنا نبقى بنقرأ ودماغنا في الحلة اللي على النار دي، خلوها لإيه؟ لبنتي، خلوها للعيلة الصغيرة. انما الصفحة خلصت وانتي مش فاكرة قريتي منها ايه، ارجعي عيديها تاني، ما جراش حاجة، محدش بيجري ورانا. يعني فيش حد بيجري ورانا عشان لازم نختمه كله بسرعة. طب بس نخرج منه بحاجة مفيدة، يعني نركز. الناس اللي بتتخنق من الكلام في الدين وتقولك معلش انا فاهم كل حاجة، معلش يعني انا مش محتاج حد يفهمني، ما طبعا، ما حضرتك طبعا نزل من بطن ماما بفلاشة عليها كل حاجة، عليها الشرح والتفسير ومعاني الكلمات. احنا اسفين يا بيه، احنا اسفين يا معالي المثقف، احنا اسفين. اسمع بس، لو سمعت حد بيقولك كلمة طيبة، كلمة واحدة يا اخي، يعني ارمي ودانك، ما انت بترمي ودانك لكل حاجة وبتلمعه اكر، ارموا ودانكو، اسمعوا بس، اسمعوا يمكن نستفيد. انا بعد الفاصل انا جايبة لكم 11 جزئية، مين هم ال11 اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقلنا ان الخوف والحزن اكتر حاجتين عايزين نهرب منه، فربنا سبحانه وتعالى طبطب علينا وقال لنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا رب مين دول يا رب، احنا عايزين نروح مع دول، مع الناس دي، مين دول اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال لك الناس دي مش هيخافوا من اللي الناس كلها بتخاف منه، يعني اي حاجة الناس هتخاف منها دول مش هيخافوا منها، واي حاجة هتحزن الناس هم مش هيحزنوا منها. طب احنا عايزين نروح مع الناس دي نعمل ايه؟ موجود في القرآن، فموجودين ومتجمعين. انا مجرد جبت التجميعة دي وهوصلها لكم وخلاص. انا يا جماعة هنا عامل ديليفري، انا عامل الديليفري اللي بيوصل، اخد من هنا وصل هنا. فاسمعوا بقى، في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ندعي بالهداية لنفسنا، هو نتبع هدى ربنا اللي هو إيه في القرآن مكتوب، فنركز بس الآية اللي تلقط في دماغك اكتبيها، اكتبيها. ده في كتاب للجوزي اسمه صيد الخاطر، كان بيصطاد أي خاطرة تيجي اكتبيها، هاتي كراسة، معرفش بقت كام الكراريس دلوقتي، الحمد لله
مش عارفة، اشتري كراسة واكتبي: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فندعي لولادنا ولنفسنا بالهداية، دي أول حاجة. ليه؟ عشان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. افضل ادعي: يا رب هديني، يا رب هدي جوزي، يا ما تقوليش، ما تدعيش عليهم، ادعي لهم بالهداية، وادعي لنفسك بالهداية، وما تزعليش لما حد يقولك يعني هدانا الله وإياكم ربنا يهديك، ما تزعليش، قولي ربنا يهديني ويهديك، ما تزعليش، ما تزعليش، ربنا يهدينا كلنا يا حبيبتي. طيب في سورة البقرة برضو: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالآية دي حضرتك دي البقرة 62. فإحنا نعمل إيه؟ إحنا الموضوع سهل خالص، سهل، كتالوج سهل والله، أنا أسفة. من آمن بالله واليوم الآخر، طب إحنا مؤمنين الحمد لله يا رب، الحمد لله إحنا مؤمنين. طيب وعمل صالحا، كل يوم الصبح ركزي النهاردة هعمل عمل واحد صالح. ركزي، روحي بوسي إيد أمك، روحي صلي رحمك، روحي رجعي الناس اللي انت مقطعاهم بالملايين دول، انت ماشيه بتقطعي في طوب الارض، قولي هعمل عمل واحد صالح النهارده. ليه؟ عشان يبقى لا خوف عليكي ولا تحزني. بس فاعملي عمل صالح، طلعي صدقه. طب مش معاكي تطلعي صدقه، اعملي اي حاجه خير، اكلي حد، طبطبي على اولادك يا شيخه بنيه ان ده عمل صالح. يا رب انا النهارده مش هتعصب وهطبطب على اولادي يا رب وهبوسهم وكده، على فكره ده عمل صالح. الا تكوني فاكره ان ده مش عمل صالح، لا يا حبيبتي، ده هو ده يعني لب العمل الصالح. طيب الايه الثالثه: من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب نعملها ازاي دي؟ سلمي وجهك لله، صلي، ما هي ليها القرآن الكريم واسع، واسع يعني ما نضيقوش على تفسير واحد. وهو محسن، احسني في الصلاة بتاعتك، يعني قولي انا هركز، انا هأحسن في صلاة الظهر مثلا، سلمي وجهك لربنا وقومي ايه، احسني، احسني في علاقتك بجوزك النهاردة. معلش معلش، تعالي على نفسك حبيبتي، تعالي على نفسك وقولي أنا هعمل جوزي كويس النهاردة، ما جرش حاجة، معلش حبيبتي، ربنا يكرمك. هكمل لكم ويا رب ألحق أخلصهم: الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين هم؟ هقول لكم في سورة البقرة الآية 262 بيقول لك إيه: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده أنا فردت لها حلقة، حلقة كاملة عن المن والأذى. ارجعي بقى لورا كده، دوري على اليوتيوب على حلقة المن والأذى، هتلاقي بقى المن والأذى احنا في كل حياتنا. فدوري كده، اعملي شوية سيرش وإن شاء الله يعني تبقي من الناس اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المهم ما نمنش على حد يعني بالخير اللي عملناه، طلعي الخير واسكتي خالص، اكتمي، تقعدي تقولي أنا جبت وعملت ولحم كتاف والكلام ده. خامس حد: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهي سهلة، أهي سهلة سهلة، يعني لو أنت معاكي فلوس من الناس اللي معاهم فلوس طلعي صبح وليل، طلعي سرا، في يبقى فيه خبيئة، في حاجة اسمها خبيئة، خبيها، ولا إيدك الشمال تعرف عن إيدك اليمين هي طلعت إيه، طلعي وانسي. يعني يوم حد يجي يقولك ده أنت اديتيني، قولي إيه ده مش فاكرة، أنت بتبقي فعلا ناسي. وعلانية، قولي كده لاصحابك تعالوا نلم ونروح نعمل مش عارفه ايه، بس هيبقى لا خوف عليكي ولا هم ولا هتحزني. طيب مين تاني؟ نمره 6: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. اهي سهله، اهي احنا مؤمنين يا رب، وعملوا الصالحات، الصالحات دي واسعه جدا، واقاموا الصلاه واتوا الزكاه. ده في عملوا الصالحات فوق وفي اتوا الزكاه تحت، يعني يا رب نفهم. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اصل هو ربنا كل حاجه حاطط فيها الزكاه وحاطط فيها الصدقات وحاطط فيها العمل الصالح، يعني معقوله يا رب نفضل الايات القرانيه، القران كله لازم فيها اعمال صالحه؟
لازم فاليوم يعدي من غير عمل صالح واحد؟ على فكرة وانتي واقفة في المطبخ ده عمل صالح، وانتي بتطبخي ده عمل صالح، وانتي بتكلمي مامتك الصبح ايه ماما عاملة ايه وانتي بتعملي ده عمل صالح. فربنا موسعها علينا، ما تضيقوهاش، ما تروحيش تقاطع امك، ما تبقيش بقى ده الغباء المستحكم، يعني ما تضيقوهاش واسعة. انا مش هقعد ارغي علشان نكمل. نمرة سبعة، طبعا نمرة سبعة دي يعني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو أنا الفقيرة إلى الله التي لا تسوى شيء هتكلم عن الشهداء؟ لا طبعا مش هتكلم عنهم، هم معروفين دول، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب نمرة 8، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شفتوا أصلح دي؟ شفتوا أصلح ياللي ماشيين تخربوا، ماشيين تخربوا كل حاجة، تخربوا بإيديكوا وتخربوا ببقوكوا وتخربوا كل حاجة. أنا الكلام عام، وأي حد بيخرب حاجة يعرف إنه هو إيه نزل تحت الشمسية دي، أي حد بيصلح أي حاجة يعرف إنه هو في المظلة بتاعت لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن وأصلح، حضرتك في إيه عندك بايظ روح صلحه، علاقتك بأبوك بايظة روح صلحها، علاقتك بأخوك بايظة روحي يا حبيبتي صلحيها، روحي صلحيها، هتموتي وانتي بوظ علاقتك باخوكي، ما تجيش بقى تعياطي بقى احنا ملناش دعوة، ما حدش هيلحقك في الاخرة اصلا، نفسي نفسي، حد فايق فايق لحد. دي نمرة 8. نمرة 9، فمن اتقى واصلح تاني. شفتوا؟ شفتوا متعادة كم مرة؟ الاولانية فمن امن واصلح دي في سورة الانعام، التانية فمن اتقى واصلح في الاعراف، يعني انت هتعملي فيها مؤمن الزبيبة هتطلع ومبوظ علاقتك بالعيلة مش نافع، يلا مع السلامة. حضرتك دي مربوطة بدي، فمن آمن وأصلح، فمن اتقى وأصلح، حضرتك مش هتبقى من المتقين أساسا لو انت مبوظ علاقتك بالمدام، لو انت مبوظ علاقتك بجوزك. المتقين لازم يدخل تحتهم اللي بيصلحوا، معلش مش تعالي على نفسك، صايمة رمضان بصي الجامع يعني سمع صوت نهنهتك وعياطك. أنا والله ما بشككش خالص خالص والله في إخلاص حد، ربنا يرزقنا الإخلاص، ممكن أنا أبقى أنيا الوحدة في البشرية، أنا بقول لنفسي، أنا هكلم نفسي يا جماعة مش هكلم حد عشان ما حدش يزعل مني، إنما أدور أنا بقى أصحى كل يوم الصبح وأدور مين من خصمه هروح أصالحه. طيب نمرة 10، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني أنتوا هتبقوا مع الأولياء الله الصالحين لو عملتوا الحاجات دي، هتبقوا مع أولياء الله الصالحين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والاستقامة حضرتك عارف بتمشي عوج إمتى وبتستقيم إمتى.